بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أي شخص مقتني لجهاز البولاريس أو بفكر إنه يقتنيه ممكن إنه يسأل، هل ممكن لجهاز البولاريس إنه يتعامل مع ملفات البي دي أف المصورة؟ أنا بقول نعم، ممكن جهاز البولاريس إنه يتعامل مع ملفات البي دي أف المصورة ويحولها لملف نصي مقروء من خلال موقع OCR.space بطريقة رائعة جدا. بصراحة أنا سمعت محاضرة على اليوتيوب للأستاذ أحمد عادل بيشرح فيها كيف نقرأ ملف بي دي أف مصور من خلال الكمبيوتر. أنا بدوري جربت وطبقت اللي جاء بمحاضرته، بصراحة طلعت النتيجة مبهرة جدا. أكيد أنا طبقت على جهاز البولاريس، وبما أنه موقع OCR.space أقصى حجم ملف بتعامل معه هو 5 ميجا بايت، لهيك قبل ما نتعلم كيفية تحويل ملف مصور لملف نصي مقروء لازم نتعلم كيف نقسم ملف البي دي اف. فاليوم رح نتعلم كيفية تقسيم ملفات البي دي اف، وفي التسجيل القادم رح نتعلم كيفية تحويل ملف مصور لملف نصي مقروء. طبعا احنا رح نعتمد في عملية التقسيم على تطبيق جميل جدا، هو تطبيق I love PDF، وهذا التطبيق بتم تنزيله من متجر تطبيقات جوجل. خلينا نباشر العمل. أنا الآن موجودة في كافة التطبيقات طبعا، ومنزلة تطبيق I love PDF من متجر تطبيقات جوجل، لهيك راح أضغط على حرف الياء عشان أنتقل ل I love PDF وبضغط إنتر على أساس يتم الفتح التطبيق. تمام، آيكون آب. طبعا تطبيق I love PDF يعني مليء بالأدوات الخاصة بملفات البي دي اف، من خلاله نستطيع أنه نقسم الملفات، ندمج ملفات البي دي اف، نحول ملف أوفيس لملف بي دي اف، نحول ملف إيمج لملف بي دي اف، أو ملف بي دي اف لطبعاً بي ان جي. يعني مليء بالأدوات وبالخيارات الخاصة في ملفات البي دي اف. اللي بهمنا اليوم فقط هو التقسيم، يعني أنا مش راح أتطرق ولا لأي أداة، فقط راح أتطرق لتقسيم ملفات البي دي اف. الآن مثل ما سمعنا أنه ظهرت لنا عبارة آيكون آب بنفس المكان أو بنفس النافذة والشاشة اللي إحنا واقفين عليها، بدي أضغط على حرف السين عشان أنتقل ل split pdf 100x100 split pdf. طبعا هو حكى split pdf لانه التطبيق هو باللغة الانجليزية، و split pdf معنى split تقسيم ملفات pdf. هذه هي الاداة اللي انا بحتاجها اليوم، فبضغط انتر على split pdf. ايكون اب، تمام، ايكون اب يعني طبعا هذه العبارة دائما بتظهر لانه هي شيء اساسي في التطبيق. الان بتحرك باف 3 مرة واحدة ونسمع. حدد الملفات فاصلة الجهاز كاما جوجل درايف كاما دروب بوكس. نعم، قبل عملية التقسيم احنا بحاجة لانه نحدد الملف اللي بدنا نقسم منه عدد من الصفحات. فعنا الأماكن اللي بدنا نختار منها الملف هي إما الجهاز يعني القرص الوامد، أو جوجل درايف، أو الدروب بوكس. أنا الملف اللي بدي أحدده هو موجود في القرص الوامد، إذا لازم أختار الجهاز. لهيك بتحرك بF3 أرو باك، بتحرك بF3 مرة تانية منيو. الآن بتحرك بF3 مرة ثالثة زر. طبعا هذا الزر غير مسمى ومكانه بالضبط هو تحت زر منيو.
هذا الزر هو الخاص بالجهاز. إذن على أساس إنه أنت أروح للقرص الوامض لازم أتحرك بإف 3 لحد ما أوصل الزر اللي تحت منيو بالضبط وبضغط إنتر. أيكون آب أتحرك بإف 3. الجهاز فاصلة قائمة يعرض اثنان من العناصر. كمان مرة إف 3. تمام، اد معناها اضافه، فانا بحاجه انه اضغط انتر على زر اد على اساس انتقل للقائمه اللي بتشتمل على المجلدات الخاصه بتخزين الملفات الخاصه في جهازي، فبضغط انتر على اد. زر مستندات داونلود. تمام، الان طبعا قال لي داونلود، يعني لانه انا كنت فاتحه داونلود من قبل من خلال تطبيق اي لوف بي دي اف، بضغط على حرف الواو على اساس انتقل لوحده تخزين داخليه. قائمه وحدات تخزين داخليه تمام، فاصله وحده تخزين داخليه 39.52 مقصود فيها القرص الوامض، اخر بضغط انتر. قائمه زر عن قائمه فول ستوب كاما السابع من ابريل تمام. 2018. أكيد الجهاز أنا الخاص فيي مليء بالملفات والمجلدات، لهيك خليني أخدم خاصية البحث المزيد من الخيارات عن الملف استعمل الشبكة المطلوب. زر بحث تمام، بحث وبضغط إنتر. صندوق تحرير تم تعطيله كمان البحث. مرة إنتر. الآن أحول اللغة للإنجليزية إنجليزي وأكتب اسم أم الملف إتش وبضغط إنتر. زر عن نضال الجذور تحرك بإف زر عن نضال 3. الشبكة زر المزيد من الخيارات كمان مرة إف 3. صندوق قائمة رامالا فول ستوب بي دي اف كاما 13 من يناير. تمام، أنا الآن وصلت للملف اللي أنا بدي أرفعه وأعمل له تقسيم، فبضغط إنتر. نعم، بهاي الطريقة أنا بكون رفعت ملف بي دي اف على تطبيق اي لوف بي دي اف. الآن لازم أختار الملف اللي أنا رفعته، الآن بتحرك بإف 3. الجهاز فاصلة قائمة يعرض اثنان طبعا من أنا زر الآن داخل زر أروباب تطبيق هايفر I love زر PDF، منيو زر بتحرك بإف 3. زر صندوق خيارات لم يتم التحديث رامالا فول ستوب بي دي اف بي دي نعم، اف زيرو الآن فول ستوب 84 ميجا سمعت بايتس الآن اسم سلاش الملف 16 رام الله سلاش 19. PDF، الآن بتحرك بإف 3 مرة ثانية. الآن أنا داخل التطبيق طبعا، صندوق خيارات لم يتم التحديد رامالا فول ستوب بي دي اف بي دي اف زيرو فول ستوب 84 ميجا بايتس تمام، مثل سلاش ما سمعنا 16 رام سلاش 19. الله لم يتم تحديده، فبضغط انتر على هذا الزر على أساس يتم تحديده، صندوق خيارات تم التحديد بتحرك رامالا بإف فول 3 ستوب لحد زر التالي التالي قائمة اقتباس وبضغط انتر. ايونيكاب. الآن أنا رفعت الكتاب على تطبيق I love PDF، الآن بدي أنا أختار أحد خيارات التقسيم، لأنه لتقسيم الملفات البي دي أف في عنا كتير من الخيارات، إحنا لازم نختار الخيار خيارات التقسيم الأول، تحرك بإف 3. زر أروباب ها زر منيو زر واحد طبعا زر واحد هذا بيعني أنه أنا فقط رفعت ملف واحد على تطبيق I love PDF. زر التقسيم بحسب نطاق إضافة نطاق التقسيم تمام، التقسيم بحسب النطاق، يعني لأنه أنا بدي أحدد عدد من الصفحات اللي أنا بدي أقسمها، فإحنا لازم نختار الخيار الأول تقسيم بحسب نطاق، نضغط إنتر على التقسيم بحسب نطاق. ايونيك اب آيكون آب، الآن تحركي بإف 3. التقسيم بحسب نطاق فاصلة إجمالي الصفحات نقطتان دمج جميع الصفحات في النطاق في ملف بي دي اف منفصل. طبعا احنا لازم نتحرك بإف 3 لحد ما نوصل إضافة نطاق. زر ارو باك هايفن ارو باك زر منيو منيو زر واحد زر إضافة النطاق تمام، إضافة نطاق وبضغط انتر. زر إضافة النطاق طبعا لما اضغط انتر على زر اضافة نطاق هون بيظهر لي مربعين تحرير، بكتب في المربع التحرير الاول هو الصفحة اللي بدي يبدأ من عندها التقسيم، في مربع التحرير الثاني الصفحة اللي بدي ينتهي لعندها التقسيم، تحرك بزر التمرير العلوي. صندوق تحرير تم تعطيله هذا مربع التحرير الثاني إلى صفحة الرقم لأنه نقطتان مكتوب إلى صفحة الرقم. زر صندوق التمرير تحرير العلوي تم تعطيله هو
واحد. هذا هو المربع التحرير الأول، ودائما بيكون مكتوب فيه رقم واحد. بس نسمع عنوان مربع التحرير الأول من الصفحة الرقم من نقطتان. الصفحة الرقم. تمام. صندوق تحرير تم تعطيله واحد. طبعا أنا بدي أقسم من صفحة واحد لصفحة 30. رقم واحد مكتوب في مربع التحرير الأول، لهيك مش ضروري إنه أكتبه، بتحرك بإف 3 إلى صفحة الرقم إلى الصفحة نقطتان. رقم. صندوق تحرير تم تعطيله. طبعا صندوق التحرير هون بكتب فيه رقم 30 بعد ما أضغط إنتر. أكمل. الآن كتبت رقم 30، بتحرك بإف 3 زرار لحد ما التنقيط. أوصل، دمج جميع الصفحات. صندوق خيارات لم يتم التحديد لحد ما للتقسيم. أوصل التقسيم، هو عبارة عن زر، وبضغط إنتر. أعيانك أب. الآن ظهر. منيو. جاري رفع الملفات يتم رفع واحد من واحد. تمام، مثل عمارة. ما فول سمعنا. ستوب. PDF. Left parenthesis. Zero. Full stop. 84 millibars. Right parenthesis. 0%. جاري الحساب. نقطة 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 مسافة الآن نقطة 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 ننتظر مسافة لحد ما نقطة ينتهي نقطة نقطة. الجهاز من الوقت المتبقى. تقسيم الملف. MP/S. اشترك في الحساب المميز لحظة في الإعلانات. ننتظر لحد ما تنتهي عملية إيش التقسيم، يعني راح تظهر لنا رسائل أيونيك أب. منيو. جاري بتخبرنا رفع إنه الملفات يتم رفع عملية واحد من التقسيم واحد. انتهت. عمارة. Full stop. PDF. Left parenthesis. Zero. Full stop. 84 millibars. Right parenthesis. 0%. جاري الحساب. نقطة 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 مسافة نقطة 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 مسافة نقطة نقطة نقطة. الوقت المتبقي. MP/S. اشترك في الحساب المميز لحظة في الإعلانات. تم تقسيم ملف PDF. Exclamation mark. تم إنشاء ملف PDF. بنجاح. علامة تعجب. الذهاب إلى الملف. تمام، إذا بنلاحظ إنه بعد عملية انتهاء الجهاز من عملية التقسيم ظهرت رسالة اكتمل تقسيم الملف، وبعدين تم إنشاء ملف PDF، بعدين الذهاب إلى الملف. لأن أي ملف بيتم تقسيمه ممكن نلاقيه في مجلد I love PDF في القرص أيونيك أب. الوامد أرى ملفات في الفلاش التطبيقات. ديسك. طبعا Left هو parenthesis. الآن Right parenthesis. أنا طلعت من التطبيق ب F4، خليني أروح على مدير مدير الملفات، ملفات. Left إنتر parenthesis. F. Right parenthesis. القرص الوامد واحد. Slash. إنتر، 1/1. Friday. حرف الياء. المجلد. I love PDF. المجلد 17. تمام، Slash. الآن إنتر. I love 42. PDF. Output. المجلد 1. Slash. 2. عنصر طبعا قائم. الآن في هون عندي أنا مجلدين، مجلد أوتبوت عمارة. ومجلد Full stop. PDF 2/2. عنصر مجلد قائم. رام الله. طبعا هذا المجلد اللي انا رفعته، اما اي ملف بنقسمه بنلاقيه في Output. مجلد المجلد اوتبوت. هون 1. نضغط انتر على Slash. اوتبوت. رمالة. Hyphen. 1/30. Full stop. تمام، PDF هاي 1. مجلد Slash. رام 8. الله اللي هو عنصر قائم. مكتوب جنبه 1 ل 30، وبعدين الامتداد هو PDF. بهي الطريقة بتتم عملية تقسيم ملفات PDF. مدير الملفات. طيب Left parenthesis. لنفترض انه انا نقطة بدي ارجع التقسيم. اقسم Left من parenthesis. صفحة 30 Right لصفحة parenthesis. 60. مدة مسافة. من. خلينا نجرب يعني انه عملية التقسيم مرة اخرى. كافة التطبيقات. Left كافة الان التطبيقات. انا Left انتر parenthesis. كافة ست التطبيقات الربيع الكبار. بحرف الياء. I I love love PDF. PDF. انتر. قيم. I love PDF. طبعا ظهرت رسالة قيم. هو التطبيق جميل جدا، بيستاهل تقييمه بخمس بعشرة نجوم مش برنامج. بنجمة I واحدة. love PDF. خليني أختار، ستة قيم ذكرني إضافية. لاحقا، ذكرني لاحقا. إنتر. Ionic app. تمام، الآن حرف السين. سبلت. سبلت. Split PDF 100x100. إنتر. تقسيم. Ionic app. الآن نختار Ionic app. المكان اللي بدنا حدد الملفات. فاصلة. نحدد الجهاز. كوما. جوجل درايف. كوما. الملفات، دروب سواء بوكس. كانت الجهاز أو جوجل أو دروب سبلت. بوكس. أرو باب. هايفن. نختار سبلت. منيو. منيو، طبعا تحتها بالتمام سبلت. زر هو خاص بالجهاز، نضغط إنتر. Ionic app. تمام، الآن الجهاز طبعا فاصلة نتحرك سبلت بإف 3. اد. آد، الآن إحنا مش بحاجة لآد لإضافة، لأنه الملف بالأصل عندنا موجود. الجهاز لهيك فاصلة بتحرك قائمة بمسافة الدوائر. وإف أيونيك 3 اب. زر المعطل التالي علامة التالي. الاقتباس. صندوق خيارات لم يتم التحديد. رامالا. فول ستوب. بي دي اف. بي دي اف طبعا 0. فول هذا هو ستوب. 84 الملف ميجا اللي بايتس احنا 1 بدنا سلاش نقسم 16 منه سلاش 19. الصفحات من صفحة 30 لصفحة 60. فبنضغط انتر على رام الله. تم
صندوق خيارات ثم F3 التحديد. التالي. صفر علامة اقتباس ايونيك اب. خيارات التقسيم خيارات نختار التقسيم الخيار الأول. ارفع ها زر منيو زر واحد زر التقسيم بحسب نطاق إضافة نطاق التقسيم. التقسيم بحسب النطاق انتر. ايونيك اب الآن إضافة زر إضافة النطاق إضافة نطاق انتر. زر إضافة النطاق الآن إلى صفحة الرقم نتحرك نقطتان بزر التمرير العلوي إلى الصفحة رقم. لا طبعا احنا صندوق تحرير تم بدنا من تعديله الصفحة، لواحد من صفحة الرقم طبعا من نقطتان الصفحة رقم ننزل بالسهم صندوق تحرير تم تعطيله واحد وبنكتب علامة رقم علامة الرقم جيم 30. نتحرك ب إلى F3 صفحة الرقم إلى نقطتان الصفحة رقم بنكتب مثلا صندوق تحرير تم تعطيله 60. ألفا جيم نتحرك ب F3 إضافة لحد ما النطاق نوصل توجيه جميع الصفحات صندوق خيارات لم يت زر التقسيم التقسيم ونضغط انتر. أيونيك أب زر منيو يتم رفع واحد من واحد رامالا فول ستوب طبعا تي دي بننتظر اي لحد ما زر ينتهي منيو الجهاز من عملية التقسيم، تقسيم الملف. بهيك بنكون وصلنا لنهاية التسجيل. انتظروني في التسجيل القادم اللي راح نحكي فيه عن كيفية تحويل ملف PDF المصور واللي قسمناه لملف نصي مقروء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.